بعد ما شفنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، واللي من بينها توزيع مؤسسه حياه كريمه ل 100 طن سلع غذائيه على القرى الاكثر احتياجا في الجيزه، وايضا استئناف القوافل التعليميه المجانيه لطلاب الاعداديه والثانويه في البحيره. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مكتبة الإسكندرية هتنظم ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية، ودي هتكون الساعة 7 بالليل في مقر بيت السنار الأثري بحي السيدة زينب. النهاردة محافظة الجيزة هتنظم حفل توزيع أجهزة كهربائية على فتيات غير قادرات مقبلات على الزواج، وده في إطار فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي. كمان المحافظة هتستقبل القافلة الغذائية المقدمة من مؤسسة حياة كريمة لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجاً. النهاردة كمان مديرية التربية والتعليم في البحيرة هتستأنف القوافل التعليمية اللي كانت اتأجلت الأسبوع اللي فات بسبب الأحوال الجوية. القوافل دي هيستفيد منها طلبة وطالبات الشهادتين الإعدادية العامة والثانوية العامة، وده في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب، وكمان تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية. رياضياً، النهاردة الاتحاد المصري للكاراتيه هينظم احتفالية تكريم لأبطال منتخبنا الوطني اللي حققوا ميداليات متنوعة في بطولة العالم للأسوياء وذوي الهمم اللي أقيمت في دبي العام الماضي. البطولة حصل فيها لعيبة المنتخب على 8 ميداليات متنوعة.